برنامج برعاية دارين جروب. أرحب بكم مشاهدينا بوضوح أناقش الحرائق اللي طالت كل محاصيلنا الزراعية. بالمختصر حرائق قوم عند قوم فوائد، هذا اللي صار أو اللي راح يصير بالأيام اللي جاية. حرائق ممنهجة بشكل مخيف مرعب بأربع إلى خمس محافظات غير مستقرة، لا أمنيا ولا اجتماعيا ولا حتى سياسيا، تستهدفها الحرائق وتأكل الأخضر واليابس بناتجنا المحلي اللي قلنا بيا الله وصلنا للاكتفاء الذاتي بمنتوج أو منتوجين. تالي إجانا هذا الاستهداف اللي بالبعد السياسي واضح جدا، يقابله صمت وتبرير حكومي غير مقنع عن ضياع اقتصاد ومنتوج وطني عراقي. ولو احنا لا زراعة ولا صناعة، لكن قلنا يا الله بالحنطة والشعير، لكن اللي دي يصير هو إهمال قد يكون غير متعمد، لكن لا شفنا مجلس نواب عقد جلسة طارئة حتى يناقش من اللي يوقف وراء حرق المحاصيل الزراعية بأربع إلى خمس محافظات، ولا شفنا من الرئاسات الثلاث اللي خلص اجتماعهم قبل دقائق، والاجتماع كان يتمحور وطلع بتوصيات تتحدث أو تحث على إكمال الكابينة الحكومية، بالإضافة إلى خطاب خارجي موحد دون معالجات. المعالجات كانت ولا زالت غائبة. شنو هذا السر؟ هاي النيران، هم نيران صديقة من اللي دينفذ التخطيط والخط اللي ديمشي عليه الحريق بمحافظات غير مستقرة، من اللي يوقف وراء؟ وين وزارة الزراعة؟ وين القوات الأمنية؟ ده يصير مخطط، ممكن يكون مخطط خارجي، لكن اللي دينفذوه عراقيين ماكو، ما شفنا لا إيراني ولا شفنا أمريكي ولا شفنا فرنسي إجا حرق، لا اللي ده يصير بأيادي عراقية. وممكن يكون الموضوع أو بعض الحرائق كانت نتيجة ارتفاع لدرجات الحرارة مثل ما قال الدكتور عادل عبد المهدي، لكن هذا غير مقنع غير مبرر أيضا. عموما أناقش هذا الموضوع مشاهدين المهم والحساس جدا مع ضيوف الكرام، كل من السيد حامد الجزائري نائب الأمين العام لسرايا الخراساني، والأستاذ ضياء عيدان أمين سر اتحاد الجمعيات الفلاحية، والدكتور دريد حكمة مدير زراعة نينوى. أرحب بضيوف الكرام. خلي أبدأ من نينوى اللي الحرائق مستمرة بها صار أربع إلى خمسة أيام، وأكو حرائق مستمرة لحد هاي اللحظة. دكتور دريد أرحب بيك معانا، جاوبني بصراحة اللي دا يصير من حرائق مفتعل لو لا نتيجة عوامل طبيعية مثل ما بررها رئيس مجلس الوزراء وقال هذا ارتفاع بدرجات الحرارة؟ تفضل. في البداية تحية لك أستاذ محمد. تحية لجنابك. وتحية لمشاهدي الكرام. فيما يتعلق بالحرائق، بس أحب وصف دقيق قبل ما أبدأ بالحرائق حتى يكون معلوم لدى حضراتكم. طيب. خطة زراعة نينوى وهي أكبر خطة زراعة على مستوى العراق. لدينا هذا العام 6 مليون دونم من مجموع 13 مليون دونم في العراق كله. زين. و
وبالتالي هذا تعرفين مساحة كبيرة جدا وشاسعة جدا. ومن المقرر أن تكون هذه العام النينة وهي سلة خبز العراق، راح تصير سلة فحم، وبالتالي الإنتاج المتوقع للحنطة بحدود 1,300,000. راحت كلها بالحرائق دكتور دريد، راحت بالحرائق. اليوم مقتل اثنين بسبب الحرائق. لا محمد، اليوم توفوا اثنين، انقتلوا اثنين بسبب الحرائق بسنجار. أنا راح أعطيك موقف كامل. انطيني تفضل استاذ محمد. استاذ محمد اصلا كنا في تشييعهم اليوم، انا حاضر في تشييع الاخوان الاثنين. طيب عاشت ايدك. انا اعطيك معلومات لان احنا في الحدث، في الحدث في كل لحظه في الحدث. طيب ايه، انا مدير زراعه نينوى وايضا رئيس مدير عمل يعني رئيس غرفه عمليات الحصاد. يا الله، اي طمنا والله. لدينا بس أعطيك وصف كامل حتى يكون كامل يعني سيد محمد. الإنتاج الحنطة 1,300,000، الشعير عندي 1,500,000 طن. زين، هذه كميات كبيرة. اللي صار هو الآتي سيد محمد، منذ أن بدأ الحصاد في 15/5 في نينوى، يوم 18/5 بدأت الحرائق. زين، لدي عدد الحرائق إلى حد قبل ساعة يعني من هذا اللقاء، من هذا اللقاء لدينا مجموع الحرائق 153 حريق في نينوى. ما شاء الله. زين، وهاي الحرائق شملت كل المناطق تقريبا، عندي 31 وحدة إدارية. اي دكتور، الحصيلة و 31 شعبة زراعية. عاشت ايدك، بس هاي شنو هاي؟ هاي مفتعلة 153 حريق تنطلق بعد 3 ايام من انطلاق الحصاد، مفتعل لو لا طبيعي، ارتفاع درجات حرارة، تماس كهربائي من استاذ محمد، الامور اللي تصدر. استاذ محمد، حتى نكون واقعيين وبشفافية، واقعيين وبشفافية نتحدث. زين، اولا قسمنا الحرائق اسبابها متعددة. لدينا اولا لدينا حرائق سببها الارهاب. زين. لدينا حرائق سببها النزاعات العشائرية. لدينا حرائق سببها الإهمال الغير المتعمد. لدينا حرائق سببها تماس كهربائي، ولدينا حرائق أيضا سببها يعني أيضا من سبب الحاصدات نفسها. طيب خليك يا دكتور دريد، خليني، وبالتالي هاي مجموعة الأسباب. ممتاز، خليك ويا، خليني أروح للأستاذ ضياء عيدان أمين سر اتحاد الجمعيات الفلاحية. سيد ضياء، أرحب بك معنا برنامج بوضوح على شاشة قناة زاغروس. ذات السؤال أسأل، اللي دا يصير بفعل فاعل الحرائق اللي تلتهم 4 إلى 5 محافظات، تنطلق بديالة، نينوى، صلاح الدين، أيضا محافظات عراقية أخرى، هل دا يصير طبيعي مثل ما قال الدكتور دريد، ارتفاع درجات حرارة، تماس كهربائي، لو لا بفعل فاعل وشيء ممنهج؟ تحياتي لكم وتحية إلى ضيفك الكرام. تحية لجنابك المشاهدين، وبارك الله بكم. حقيقة هذا بالنسبة للحرائق اللي صارت هي مو مسألة صدفة أو تماس، يعني صارت بأكثر من محافظة، صلاح الدين، كركوك، ديالة، نجف، ولكن الضرر الكبير كان صار بمحافظة نينوى. فهذه احنا شنو الإجراءات اللي تم أخذها في سبيل نقدر نخفف منها؟ هاي صار لها مستمرة يعني أكثر من شهر مستمرة العملية. واحنا خلينا ننظر، أولا هو هذا إنتاج وطني للوطن بشكل عام، إضافة إلى
الفلاح هذا المسكين اللي دا يشتغل ليل ونهار وعائلته وخلال سنة دا ينتظر إنتاج في سبيل يعيش به واسمه، إضافة إلى هو فلوس البذور بالدين الحاصدة الحراثة بالدين زين، هذا مين راح يسده؟ فهنا احنا نريد لا الجان سيد ضياء، سيد ضياء اذا سمحت لي الناس اذا سمحت لي جنابك الجان، وكان يكون اتحاد جمعيات فلاحي عضو مع الاجار الرئيسيه ونحدد الامور. سيد ضياء اذا سمحت لي جنابك، اذا سمحت لي جنابك ما اريد تحكي، اريد يكون لجان، اريد لجان. سيد لجان سيد ضياء اذا سمحت لي، سيد ضياء اريد تحكي لي عن اللي شخصتوه، ما اريد تحكي لي باللسان المزارع الفقير اللي راح عن فلوسه واللي قاعد تشكي لي همه، لا احنا طالعين دا نشكي همه ودا نوصل صوته، بس اريد شنو اللي شخصتوه كاتحاد جمعيات فلاحيه، شنو شغلكم بهذا الاطار؟ استاذ واضحه هي عمليه اكو فعل فاعل فعلا اكو، يعني ما نقول احنا يعني هذه صدفه او صار تماس كهربائي مره، صارت عند حاصده مره، صار لكن اكو ايادي خبيثه دا تشتغل فعلا دا تاذي اسمه تاذي اقتصاد بلد، اقتصاد عمليه ممنهجه، هاي عمليه ممنهجه يعني. طيب احنا ممتاز، تصير حالة حالتين ثلاثة أخطاء، تصير حاصدة احترقت أو شغلة صارت مو صارت، ولكن احنا بشكل عام يعني عندنا 153 حريق بموصل، عندنا بالحويجة بكركوك، عندنا بصلاح الدين، عندنا بالنجف، يعني عملية مو طيب. خليك وياي، خليك وياي، الصدفة ولا يعني صارت يعني ممتاز. شغلة مرتبة شغلة مدسترة. خلينا نروح لل سيد حامد الجزائر النائب الأمين العام لسارة الخراساني. سيد حامد راح بيك معنا مرة ثانية. الحراق بفعل فاعل، شو راح تعلق، شو راح ترد على هذا الموضوع؟ الحراق مو طبيعية، أكو أيادي وأكو استراتيجية ممنهجة تجاه منتوجنا المحلي. نعم، أحييكم وأحيي السادة الكرام وأحيي ضيوفكم الأعزاء، وموضوع هذه الحلقة جدا مهم وحساس ويعي مشاكل المواطن مباشرة، لأن المتضرر بالنهاية والمتضرر الأخير هو المواطن العراقي والفلاح والمزارع العراقي الذي يسعى كل سعيه بأن يوفر قوت أبناء بلده وقوت نفسه. وهذه القضية بالواقع ليست بواقع بموضوع سهل لا يمكن المرور عليه مرور مر الكرام، بل إنه يجب أن نقف عنده ونتأمل موضوع هذه الأحداث وما يجري وما يحدث في هذه المحافظات المهمة التي كما تفضلتم لا زالت هذه المحافظات في مرحلة الانتعاش وعودة الحياة الطبيعية والحياة الآمنة للمواطنين. نرى مرة أخرى أن هناك أيدي خفية تتحرك بشكل وبآخر لتكدير صفاء هذه الأجواء الطيبة التي تعيشها هذه المحافظات خلال هذه الفترة التي ينتظرها المواطن والفلاح والمزارع بفارغ الصبر لأجل أن يحصد ما زرع خلال هذه الأشهر التي مضت. زين، ولو تصفحنا ما مر خلال السنة الماضية وهذه السنة نجد أنه هذه العمليات قد تكررت واختلفت، يعني وكأنما هناك منهج وعمل لأجل ضرب وهدم الاقتصاد الوطني الموجود في العراق، ومنها الثروات الزراعية والثروات الوطنية الموجودة، منها موضوع الأسماك وما حل بموضوع الأسماك والفاجعة التي وقعت على مالكي أحواض الأسماك والمزارعين الذي كانوا يهتمون بموضوع الأحواض الأسماك. ومرة أخرى نجد أنه حادثة هذه الحرائق التي تمر على مزارعي هذه المحافظات العزيزة، وهناك قضية أخرى أيضا تصل إلى أن تطول الاقتصاد الصناعي، وقبل أيام ليست ببعيدة هناك أكبر مصانع
للألبان التي هو موجود في كربلاء أيضا تعرض إلى عملية حريق، وهذه لحد الآن لم تكشف أسبابه وكيفية وأسباب الحريق، وراح ضحيته. سيد حامد إذا سمحت لي في هذه المنطقة. سيد حامد إذا سمحت لي تذكر المعمل، لأنه المعمل إيراني. المعمل إيش قد يريد يكلف؟ 10-15 مليون. إحنا نحكي عن حرق محاصيل زراعية. أنا لا أتكلم عن معمل، أنا أتكلم حرق عن محاصيل زراعية قد يصل إلى مليارات الدولارات. أنا لا أتكلم عن ناتج وطني أنا عراقي. أنا أتكلم عن هناك مشروع ممنهج وبرنامج لأجل إضعاف الوضع الاقتصادي في العراق. من اللي يقوده؟ يعني هناك قضية، وهذه القضية لأجل عودة وإرجاع العراق إلى المربع الأول الذي كان، لا زالت العراق يعني يحتاجون أن يستوردوا أبسط قوت يومهم وهو الحنطة والشعير. اليوم العراق في مرحلة هو قادر على أن يكون فيه اكتفاء ذاتي لما يمتلك من الأراضي الزراعية الواسعة. سيد حامد توفرة المياه الموجودة وغيرها. سيد حامد، أنا استضافت جنابك واستضافت أيضا الضيوف الكرام الباقيين لخبرتك الأمنية، لتواجد قطعات الحشد الشعبي بكل المحافظات اللي تحدثت عنها، سواء كانت صلاح الدين أو نينوى أو ديالى أو حتى بكركوك. يعني معقولة ما توصلتوا إلى من اللي ديقود هاي العملية ضد المنتوج الوطني العراقي؟ حرق محاصيل، استهداف مولات، واستهداف فنادق، استهداف معامل. معقولة ما عرفتوا ما توصلتوا إلى الآن؟ أولا أنا أعطيك واحدة من الأمثلة اللي جنابك تفضلت بها. اليوم مثلا في الحويجة ومن محافظة كركوك قبل تقريبا أسبوعين هناك أيضا عملية حرق لمحصول الحنطة في الحويجة، ولكن هذا كان الحريق كان بسيطا من بظاهره، مما أدى إلى أن الفلاحين والمزارعين هرعوا مسرعين للسيطرة على الحريق لأجل إطفاء هذا الحريق قبل أن ينتهش جميع المحصول وينهي ما زرعوه هؤلاء المزارعين والفلاحين. زين. ولكن الجميع تفاجأ بأن محيط هذا الحريق قد تم زرعه بعبوات ناسفة، مما أدى لدخول هؤلاء الذين أرادوا أن يسعفوا الموقف، تعرضوا إلى انفجارات وانفجار عبوات في هذه المنطقة. إذن قضية كانت مقصودة، وهناك من يقوم بأجل الوصول إلى أهداف إرهابية في المنطقة. سيد حامد، الحويجة تحت سيطرة الجيش العراقي، وبها أيضا بكركوك أكو يعني الحشد الشعبي، أكو أمن وطني، أكو استخبارات وأكو مخابرات. طيب لا زالت هذه المنطقة فيها خلاء نائمة، ولا زالت فيها أيضا تعرضات. هاي مسيطرة على المحافظة، عمليات. هاي مو نائمة، شلون نائمة؟ نعم، تتحكم بأمن المحافظة وتقدر تحرق محصول كامل. بدأت هذه الخلايا أن تتحرك وبمنهجية وبطريقة مدروسة لأجل إيجاد عدم الاستقرار الأمني في المنطقة. طيب خلينا نرجع، وأن هذه القضية هي مقصودة 100% لأجل أن يكون هناك ذعر وخوف وعدم أمن في المنطقة، وأن الناس معرضة لكل لحياتها وأموالها وكل ما يمكن، لأجل هناك هي قضية لربما تكون طريقة جديدة لدخول الإرهاب وإثبات وجود الإرهابيين في المنطقة من خلال يعني قصد المواطن العراقي، ولكن بصورة غير مباشرة، وهي استهداف محاصيلهم. طيب. الزراعية وأملاكهم وأموالهم الخاصة. خلينا نرجع للدكتور دريد حكمة، مدير زراعة نينوى، وارجع النينوى. دكتور دريد، قلت لي 153 حريق بعد 3 أيام من انطلاق الحصاد. ال 153 ايش قد بيهن دوافعهن إرهابية بفعل إرهابي؟ وليش صارت الموضوع موضوع الحرائق بس بهذا الموسم؟ ليش ما صار بالمواسم السابقة؟ ونينوى صار 5 سنوات من تحررت من داعش. نعم،
فيما يتعلق بالحرائق كل سنة في حرائق، أكو حرائق، لكن الحرائق هاي هالسنة هي أكثر من العام السابقة. فبالتالي بس حبيت أوضح شيء، يعني أنه إحنا في نينوى وبالضبط غرب نينوى، قبل أيام الأخوان في الحشد الشعبي أثروا على حقيقة أمور، يعني هاي ساعدت الأمور في عملية إحراق المحاصيل، وهذه كانت عبارة عن عدسات أثر عليها حقيقة أحد ألوية الحج الشعبي. هاي العدسات يتم تثبيتها على وتد، وحقيقة هاي تركز أشعة الشمس، وبالتالي أكو هناك بارود يوضع تحت المكبرة وتغطى، وهذا بارود يستخدمون بارود مال مدفعية أو القاذفات، وهذا سريع الاشتعال أو أكياس هيدروجينية. هاي حقيقة تم اكتشافها غرب نينوى، وهي مناطق جدا شاسعة، أتحدث عن سنجار وتلعفر والحضر وغيرها، وهذه مساحات تقدر بثلاث ملايين دونم. زين. هذه الحرائق هذه اكتشف الحشد مشكور، وهذا أحد الجهود الحقيقة لهم. فبالتالي هسه الآن صار توجيه لكل الفلاحين والمزارعين بمتابعة هذا الموضوع في أراضيهم. طيب دكتور، وكذلك أستاذ محمد أكو نقطة مهمة، لاحظ في بعض المناطق هناك أراضي يتم حرقها ولكن موجودة بها مزروعة عبوات حتى يتم إيقاع خسائر في فرق الدفاع المدني والمواطنين. وبالتالي عندما يكون هناك حريق في مكان معين يجب أن نأخذ حيطة وحذر من دي يدخل فريق الأطفاء إلى المنطقة دي يطفي، أو المزارعين أو التركترات دي تنفجر عليهم عبوات. زين دكتور إذا سمحت لي جنابك، فبالتالي لدينا حقيقة. طيب ممتاز، معلومات مهمة جدا، بس خلينا نوقف عندها وخلينا نفسرها. أولا من اللي يقدر يزرع عبوات وهاي المناطق تم تحريرها وهي تحت سيطرة الجيش العراقي والقوات الأمن العراقية؟ من اللي دخل لي العدسات المكبرة؟ من اللي دخل العبوات؟ ومن اللي يتحكم باستراتيجية لقتل المنتوج الوطني بنينوى؟ يعني ما معقولة ما توصلنا لشيء والحرائق مستمرة صار أشهر. نعم أستاذ محمد، ما تزال قوى الأمن في محافظة نينوى مشكورة، تلقي القبض كل يوم على أشخاص وخلايا موجودة لداعش فيها في محافظة نينوى. هم هؤلاء نفسهم المتواجدين في المناطق لديهم أشخاص، هؤلاء يستطيعون زرع مثل هذه العدسات بالرغم من موجود القوات لسبب واحد، لأن عندنا 6 مليون دونم، نصف مساحة العراق. فبالتالي يعني ممكن زرع هذه العدسات وغيرها، ليس بالصعب. فبالتالي نعتقد انه هاي ممكن تصير، بما انه اكو بقايا لتنظيم داعش، وهؤلاء يستهدفون الامن الغذائي للعراق بشكل عام والامن الغذائي في نينوى. طيب خليكم يا دكتور دريدي اذا سمحت لي خلينا نروح. وقد يكون استاذ محمد، راجع لك، لا تستعجل، راجع لك دكتور دريد، اروح لبغداد. وقد يكون موضوع مهم. نعم نعم نعم، راجع لك، احتفظ بالموضوع المهم، راجع لك. يعني خلينا نروح لبغداد الاستاذ ضياء عدان. استاذ ضياء، كل المؤشرات تشير الى انه داعش. نعم. ايادي خفية، خلاص انكشفت هاي الايادي الخفية داعش، بس داعش ليش اختار هاي المحافظات؟ وانتو اتحاد جمعيات فلاحية تتفقون مع هذا الرأي انه هو داعش اللي يحرق هاي المحاصيل ودي يستهدف الناتج الوطني العراقي؟ لا اكو غير داعش. احنا استاذ محمد، احنا عندنا نينوى كانت هي دائما هي الاولى تطلع بالمحاصيل الزراعية، وخاصة الاستراتيجية.
وعندنا واسط كانت خلال هاي السنين من كان وجود داعش فينا نواه تطلع هي الاول، بس احنا متوقعين دائما هي نواه تطلع الاول، فلكثرة المحاصيل الزراعية وبعدين لزراعة الحنطة الجيدة هم تكون بيها هناك، فهذا هو استهداف وطني، ولأنه اللي يختارون هذه المنطقة هو استهداف وطني، هذا يعني استهداف الأمن الغذائي، استهداف المنتوج الوطني، يعني هي العملية مو ضد ناس، ولكن احنا نعتبر بالنسبة لنا نقول فلاح الضرر. احنا شنو الإجراءات اللي اتخذت على هاي العملية؟ احنا نريد الاجراءات الفوريه اللي يصير من رئاسه الوزراء ومن مجلس النواب ومن خلينا نكون في اجراءات بحيث نقول يا فلاح هذا الشغل، او ننزل بقوات امنيه قويه حتى في سبيل السيطره على المتبقي الموجود عندنا. استاذ ضياء انتم شنو شغلكم كاتحاد جمعيات فلاحيه؟ نعم انتم معنيين بهذا الموضوع، معنيين بشان وحاله الفلاح والمزارع والناتج والمحصول، شنو شغلكم؟ سمع. احنا عايشين ويا الفلاح، عايشين ويا الزراعه، يمكن الدكتور يعرف كل زي مدير الزراعه، عندنا اتحاد جمعيه الفلاحيه فينا وانا عايش وياهم ويا العمليه. احنا لا احنا احنا نناشد الدوله بهاي الامور اللي تسويها. زين حتى في سبيل نقدر نحمي الحاصل المتبقي، يعني حتى لا تستمر عندنا هاي الحرائق مستمرة. يعني طيب عندكم الدكتور دريد تحدث بالأرقام، أنتم كاتحاد جمعيات فلاحية عندكم حصيلة نهائية للحرائق كم محافظة، كم دونم، شقد خسائرنا، حتى تقدرون كاتحاد جمعيات فلاحية تقدموا للجهات المعنية، للجهات الأمنية، لمجلس النواب، مجلس وزراء، حتى يوصل صوت الفلاح وصوت المزارع للعراق. أستاذ محمد، احنا دائما نتعاون ويا مديرات الزراعة والشعب الزراعية، واحنا متواجدين وياهم، فإحصائياتنا تكون متقاربة احنا وياهم، احنا باتفاق بالعملية، لان هم لا يعملون مفردهم ولا احنا نعمل مفردنا، احنا دائما نكون سوا بالعمل. طيب خلينا نروح للسيد حامد الجزائري، اروح له بشق سياسي. سيد حامد، ليش يتم استهداف المحاصيل الزراعيه فقط بمحافظات غير مستقره امنيا وغير مستقره اجتماعيا وغير مستقره سياسيا، مثل نينوى، صلاح الدين، ديالى، كركوك؟ اكو بها بعد سياسي، الموضوع مو موضوع بس داعش يعني. طبعا وبالتأكيد نحن أشرنا إلى خلال كلامنا اللي مر باعتبار أن القضية ليست فقط أنه موضوع إرهابي وحسب لأجل أنه تمر في لأجل إيصال الضرر لطبقة معينة من طبقات المجتمع العراقي، لا، القضية هناك فيها نوع من الاستهداف لأجل الوصول إلى قضية مهمة، وهي إفشال الحكومة العراقية الموجودة في هذا الوقت، ولأجل الضغط على الحكومة بشكل بأن تكون هذه الحكومة غير قادرة على أن توفر الإمكانيات، ولربما غير قادرة على أن تصل إلى بعض النتائج ومداخلها ومخارجها، بالنتيجة تكون السؤال كما طرح ووجه إلى الأستاذ رئيس الوزراء الأستاذ عادل المهدي بأن هذه القضية ظاهرة غير طبيعية، ولكن نرى أن الجواب كما سمعناه وكما أشرتم إليه أنه لربما تكون هناك أسباب غير إرهابية، لربما هناك من أسباب الصدفة، ولربما من سبب ارتفاع درجات الحرارة، لأنه لم يكن هناك تحقيق قائم بهذه القضية. ولكن بالنتيجة أنه هناك من يسعى إلى أن يصل إلى هذه الأهداف بأن الحكومة غير قادرة على أن توفر الأمن للمناطق التي تم تحريرها، أن القوات التي هي موجودة في المنطقة من جيش، من شرطة اتحادية، من شرطة حدود، من حشد، من مكافحة الإرهاب. أي سيد حامد، أوقف لي عند هاي الكارثة، الموضوع الأمن، أوقف لي عند هاي النقطة وأبقى معك بالبعد السياسي. تتوقع تورط جهات سياسية؟ وليش هاي الجهات السياسية تختار محافظات
غير مستقرة أمنيا، بما معنى اختارت هاي الجهات محافظات سنية ومحافظات كردية، ما اختارت محافظات شيعية؟ لا، ما أعتقد أنه الجهات، هناك جهات سياسية موجودة بالوقت الحاضر بأنها جهات فقط سياسية، إنما هذه الجهات هي إرهابية ولها أهداف سياسية في الموضوع، وليست قضية أنها قضية هناك جهات سياسية تسعى إلى الإطاحة مثلا ولتضعيف الحكومة من جانب لأجل أن تكون هي مثلا موجودة في الساحة دون غيرها. لا، ليس هذا بالتأكيد، إنما القضية قضية أنه عمل إرهابي، والعمل الإرهابي له أبعاد مختلفة، ومن هذه الأبعاد هي أبعاد سياسية لأجل الوصول إلى أنه إيه، لكن اقنعني أنا المراقب سيد حامد، هناك قضية إيه؟ المواطن غير مؤمن كما سيد حامد ترسم له الدولة وتخطط للمستقبل القادم. سيد حامد اقنعني أنا المراقب للوضع السياسي والأمني والاقتصادي، ليش ما صارت هاي الحرائق بمحافظات شيعية؟ ليش ما صارت بالبصرة؟ ليش ما صارت بكربلاء؟ الله يحفظ طبعا كل محافظاتنا، بس أنا أتساءل ليش هاي الحرائق تصير بس بالمحافظات الكردية والمحافظات السنية؟ ليش؟ أنا عندما أتكلم عن موضوع الحرائق اليوم، عندما نتكلم عن موضوع الحرائق، ليس معناه أنه في باقي المحافظات لم يكن هناك حرائق كما حدثت في المناطق اللي أشرتم إليها، بل هناك وقعت حرائق أيضا في مناطق مثل يعني بغداد والمناطق اللي هي قريبة من بغداد، من النجف، وكذلك في كربلاء، هذه مناطق شيعية وليس سنية. فإذا البعد ليس المقصود منه أن طائفية، وموضوع أن هناك طبقة أو مجموعة من الناس الطائفيين أرادوا أن يحركوا موضوع طائفي من جديد، ليس كذلك، لأنه عندما تدقق، وبالخصوص اليوم أنا أتقدم بالشكر إلى الأخ الأستاذ الدكتور الذي أشار إلى موقف الحشيد ومواقفه للدفاع عن محاصيل. طيب، أوقف لي سيد حامد، الفلاحين والمدافعين وموقفهم الأمني. ممتاز، أوقف لي عند موقف الحشيد. هي أنه باقي المحافظات لا، أيضا كان أكيد. أوقف لي عند موقف الحشد الشعبي. المحافظات الأخرى أيضا حدثت فيها هذه المأساة نفسها. أوقف لي عند موقف الحشد الشعبي ودور الحشد الشعبي بإطفاء هذه الحرائق، و أيضا اكتشاف من يقوم بهذا الأمر. هنا مثل ما شكرت الدكتور دريد على إشادته بدور الحشد الشعبي واكتشاف العدسات بنينوى وبأراضي نينوى، هنا لازم أتساءل عن ما توصل للحشد الشعبي، عن من يقف وراء هذه الحرائق. وانتو مثل ما شكرت، انا الان اقول لك ايضا انتو تتحملون جزء من اللي يصير بهذه المحافظات. اولا ان الموضوع اللي الان يعني تجعله ان نحن جزء من ما يحدث، نحن كمسؤولين على حفظ الأمن والأمان في هذه المنطقة، صحيح نعم، من اليوم كل الجهات الأمنية التي تمسك الملف الأمني في هذه المناطق هي أيضا معنية بهذا الموضوع، وليس فقط الحشد الشعبي، لأن لولا الآن، والدليل على أننا نشعر بهذه المسؤولية ونحن أيضا جزء من هذه يعني هذه المؤسسة الأمنية الموجودة في البلاد، نحن أول من تحركنا للبحث والتحقيق على كشف هذه الأسباب وكيفيتها. والدليل ما قدم جناب الدكتور وأشار وأشاد بموقف الحشد الشعبي. طيب، أما أنا أتساءل عن باقي الجهات الأمنية وما هي دورها وماذا قدمت لهؤلاء المتضررين. واليوم موقفنا اليوم لا يمكن أن يكون فقط الحشد الشعبي هو دائما هو في الهدف ويسدد السهم باتجاه الحشد، هو الذي لا لا أبدا أبدا سيد حامد، حتى لا تفهمني غلط، حتى لا تفهمني غلط. أنا سألتك عن الحشد الشعبي، ليش؟ لأن أنت تمثل الحشد الشعبي، سرايا الخرساني أحد فصائل الحشد الشعبي، لو موجود واحد من وزارة الدفاع، لو موجود شخص عن الأمن الوطني أو المخابرات، كان وجهت له ذات المسؤولية وكان وجهت له ذات السؤال. خليك وياي سيد حامد، خلينا أرجع لنينة وأرجع للدكتور دريد حكمة. دكتور دريد، ردي تتحدث بشيء مهم، معذرة قاطعتك، تفضل قل لي، وأريد إحصائية عن خسائرنا.
شنو يجدد اللي خسرناه من أو بعد هذه الحرائق لحد هذه اللحظة؟ نعم أستاذ محمد الله يخليك، بس أعطيني شوية وقت حتى أقدر بس أكمل الفضل أطرح حتى ما أنسى. فضل. أولا قبل ما أرجي للموضوع المهم، عندي موضوع، إحنا موضوع القوات المسلحة، قواتنا المسلحة، قيادة عمليات نينوى والمتمثلة بفرقة 15 و16 و20 هم حقيقة نشيد بجهودهم الكبيرة، لأنهم في كثير من الحرائق ومن خلال زياراتي لمواقع الحرائق أراهم واصلين قبل الدفاع المدني، وبالتالي هم يساعدون بالإطفاء الحريق في بداية قبل أن يصل وسائل الدفاع المدني. دكتور دريد، دكتور دريد، معذرة لمقاطعتك، أنا ما أريد الجيش العراقي. نعم. الجيش العراقي. نعم. مو مسؤوليته يروح يطفي حريق، شكرا جزيلا إله، شكرا جزيلا لمجهوده. الجيش العراقي، الحشد الشعبي بنينوى بباقي المحافظات. نعم. مسؤوليته كشف الجاني، كشف الجنات، ليش؟ من اللي دا يصير؟ من الفاعل؟ هذا. نعم. دوره. استاذ محمد، استاذ محمد الله يخليك. فضل. استاذ محمد تفضل، راح اقول لك ليش نحتاج للجيش العراقي وليش نحتاج للحشد وليش احتاج لكل جهد مدني. زين. للسبب، السبب لدى نينوى، لدى محافظة نينوى 53 سيارة اطفاء فقط. 30 سيارة وأخذنا من محافظات الجنوب والوسط مناقلة 23 سيارة، المجموع 53 سيارة. هل من المعقول 6 مليون دونم ولدينا 53 سيارة اطفاء؟ وتفجرت عندنا سيارتين اطفاء قبل 3 ايام بعبوات ناس فاحترقت طلعت خارج الخدمة. ولدينا اصبح لدينا الان 51 سيارة. وبالتالي استاذ محمد الله يخليك، لازم يساعدنا الجيش 100%، ولازم يساعدنا الحشد، ولازم يساعدنا الجهد المدني للدوائر المدنية، بلديات نينوى، الكهرباء، الصحة، أي إمكانيات موجودة لازم نساعد جهد الدفاع المدني حتى نساعد بإخماد الحرائق. زين. والموضوع المهم اللي أريد أتحدث عليه مهم جدا أستاذ محمد. أي. وأرجو هذا يكون مناشدة من خلال قناتكم. فضل. للكل. احنا الان اكو استهداف للمساحات والاراضي، صح ولا لا؟ وقاعد اشتعل عندنا مساحات. هناك معلومات مهمه جدا، انه اكو شغله اخطر من المزارع نفسها، وهي مكان التسويق، مكان خزن الانتاج. مثلا لدينا 7 سايلوات ولدينا 20 ساحة لاستلام الشعير، يعني 27 موقع. هذه المواقع بحاجة إلى حماية أمنية 100%، لأنه أي خلل لا سمح الله راح يروح نفسه كل التعب المنتوج أساسا اللي استلمت الدولة راح يروح. فبالتالي استاذ، هذا الموضوع عندي بعد اهم من حرق حرق الاراضي. فبالتالي احنا الان عن طريق مجلس السيد المحافظ وعن طريق مجلس محافظة نينوى راح نناشد قيادة عمليات نينوى لضرورة تأمين الحماية لهذه المواقع. طيب عندك. نعم. شيء بعد تضيفه دكتور دريد؟ لو اسال، لان حقيقه تتحدث بمعلومات مهمة. والله تحب تسال يعني ومخيفه. تفضل. مخيفه ومرعبه حقيقه. اتمنى انه من الجهات المعنيه تاخذها على محمل الجد ولا تهمل، حتى ما يتكرر ويانا سيناريو سقوط الموصل وغيرها من الكوارث والانتكاسات اللي تعرضنا لها بمحافظاتنا العزيزه. دكتور دريد، اكو احصائيه لخل الخسائر تتحدث عن 153 حريق، اكو احصائيه لحجم الخسائر جراء. نعم. هذه الحرائق لو لا بعد وقت؟ لدينا احصائيه طبعا استاذ محمد، هذه الاحصائيه قد تكون مبكره
لأن المساحات شاسعة وعملية يعني حساب هذه المساحات مرات لا تكون بدقة المتناهية. مش قد يعني تقريبا طيني ما يخالف. وبالتالي احنا طلبنا تشكيل لجان من رئيس الوحدة الإدارية سواء كان مقام أو مدير ناحية ومدير الشرطة في الناحية والقضاء ومسؤول الشعب الزراعية ومسؤول الدفاع المدني لحساب هذه. ولكن أريد أن أقول لك خسارة نينوى لحد الآن هي عشرات الآلاف من الدونمات. وحتى ما أقدر أطرقهم حتى تعرف أنت لما يكون محسوب علينا صح. فبالتالي أنا أعتقد راح تكون الصورة أوضح خلال الأسبوعين القادمة إن شاء الله. خليكم يا خلينا نروح لبغداد دكتور دريد. خلينا نروح للاتحاد الجمعيات الفلاحية وأسأل ذات السؤال. سيد ضياء 10,000 أو عشرات الآلاف من الدوانم ضحية الحرائق. عندكم حجم خسائر في التقرير للمحافظات العراقية الأخرى سواء كانت كركوك أو صلاح الدين أو ديالة. أستاذ محمد أنا أضيف لك شغلة واحدة. تفضل. قبل شوي سألت السيد حول المساحات اللي تحترق بنينوى بالجنوب المساحات صغيرة فحتى إذا يستهدفوها ما يقدرون يحصلون منها نتائج كبيرة. أما الزراعة الديمية السنة اللي أنا طال هواي عندنا وصار عندنا زراعة ديمية كل شيء هواي بكركوك وبالصلاح الدين وبكركوك الحويجة فهذه الزراعات مساحات كلش كبيرة فلذلك تم استهدافها في هاي العملية لأنه إحنا بالنسبة للجنوب مساحات صغيرة ومسيطر عليها الفلاح وما ممكن يعني ذاك الاختراق اللي يكون بها كلش قوي. هو ليش فهمني انت هذه حاله. سيد سيد ضياء اذا سمحت لي فهمني ليش الفلاح بالجنوب مسيطر ويسيطر على حاله الاختراق والفلاح بنينوى وبكركوك وبصلاح الدين ما مسيطر ومحصوله يحترق ليش؟ مساحات صغيرة بالجنوب إذا سمعت أستاذ محمد بالجنوب مساحات صغيرة المساحات الديمية اللي موجودة بالكركوك وبالموصل تكون أكثر وهذه يعني صعبة السيطرة عليها هاي واحد. اثنين احنا بالنسبة للسائلوات اللي تحدث عنها هسه الدكتور احنا طالبنا بها صار سنين طالبنا رئاسة الوزراء مجلس النواب أعضاء زارون الاتحاد وطالبنا أنه تزيد الصومعات والسايلوات في سبيل حتى يكون الوضع الأمني أكثر والاستعانة أكثر وما تتأخر سيارات بالاستلام فهذا اللي كنا نحن نطالب به. فمثل ما قال يعني هسه احنا كلش نخاف على السيارات المفروض احنا هسه تكون حماية كلش قوية وسيطرة قوية على السايلوات على الصوامع على البناقل اللي كلها سجدوها وضافة إلى الساحات هسه المكشوفة اللي يسووها. طيب ايه اروح للحشد الشعبي هذا دور الحشد الشعبي ودور قواتنا الأمنية سيد ضياء عندنا سيطر على مجد. بالضبط اروح للحشد الشعبي بهذا الموضوع لسيد البركه ان شاء الله بهم البركه ان شاء الله سيد حامد واحنا نعرف هم اللي حرق هم ناس وطنيين ويحبون وطنهم وهم دفاعهم كلش قوي في كل الحالات بالضبط ونعول عليهم بحمايه السايلو او سايلوهات بالمحافظات اللي عندها هذا المنتوج سواء كان الحنطه او الشعير. سيد حامد اللي حرق المساحات الواسعه يقدر يحرق سايلو ويروح الكرفان ويقدر كل شيء يسوي ما هو دوركم؟ عندكم معلومات عن هذا الموضوع الخطير اللي ممكن يحرق لنا الأخضر واليابس هالمرة؟ نعم بالتأكيد هناك أيضا معلومات حول دراسة هذه الظاهرة التي أثرت كثيرا على وضع الاقتصادي للمواطن العراقي وبدأت الآن إجراءات دقيقة وبالخصوص في نينوى وكذلك في الأنبار و باقي المحافظات الأخرى لجرد ودراسة المواقع تبادل يعني الحنطة والشعير لتهيئة الحماية الكافية لهذه المناطق وهذه النقاط الحساسة. وبالخصوص هناك معلومات جاءت يعني مباشرة من العمليات المشتركة لتزويد العمليات المشتركة بالمناطق اللي تعتبر مناطق تبادل أو لاستلام وتسليم هذه الحبوب
زراعية لأجل بدء دراسة أو لأجل تنفيذ عملية حماية هذه المناطق والحفاظ عليها من أي عمل إرهابي أو عمل تخريبي في هذه المناطق اللي متواجد فيها قواتنا وباقي القوات الأمنية. وهذا موضوع ليس في هذه السنة فقط، بل في السنوات الماضية كان هناك إجراءات أمنية لهذا الموضوع بنفس الشكل. وأعتقد أن الأخوة المتواجدين في هذه الدوائر يعلمون بأن هناك تشدد أمني على هذه الأماكن، لأجل تعتبر أن هذه قضية قوة الشعب العراقي والحفاظ على قوة الشعب العراقي واحدة من الأمور المهمة، والمسائل الأمنية الغذائية، أمن الغذائي في البلاد يعني بها كثير من الجهات الأمنية وهي مشتركة بمسؤوليتها الحفاظ على هذه الأماكن. طيب سيد جاوبني بوضوح، أريد ما معقول الحشد الشعبي بهالسلطة بهالانتشار الواسع؟ ما توصلتوا المنو دحرق هاي المحاصيل وليش؟ حتى إذا كانت جهات سياسية أنتوا عندكم القدرة إلى الوصول إلها. الموضوع مو بس موضوع داعش، يعني ما دا يخش العقل. يعني أنا أعتقد بأن الموضوع إذا لم يعقل ما ممكن أنه إحنا أيضا نتهم الآخرين بدون أي دليل وبدون أي إثبات على أن هناك جهات هي التي قامت أو شاركت في هذا الموضوع لأغراض سياسية داخلية. لا، لأن هذا الذي يعمل هذا العمل أكيد أنه لم يأتي لأجل الوصول إلى أهداف سياسية، بل أنه جاء لأجل أن تهدم بنى تحتية في البلاد. وهذا الذي يسعى لأن يصل إلى مكان معين في السلطة السياسية أكيد أنه أولا يجب أن يفكر كيف يبني ما هدم. وهذا ما أعتقد أنه عاقل. طيب. سياسي يفكر بأنه يهدم شيء لأجل أن يصل إلى شيء آخر. هذه من من تفاهات العقول إذا واحد يقبل أن هذه جهات سياسية تهدف إلى وصول إلى بعض الأهداف المعنية. لكن قلنا هناك أعمال إرهابية وجهات إرهابية، واليوم إحنا ليس فقط عندما نقول أعمال إرهابية ليس فقط أن يكون إلا أن يكون داعش. التحديد كثير عندنا من حتى لو كانت سيد حامد حتى لو كانت فصائل شيعية توصفها بالإرهابية إذا قامت بهذا الفعل؟ طبعا حتى لو كانت هذه فصائل شيعية الإرهاب لا يخص فقط داعش. طيب. اليوم القانون والقضاء القضاء العراقي أصدر دخول من يستعمل السلاح في ضرب المواقف أو الأعمال العشائرية أيضاً بالدقة العشائرية إرهاب، ويعتبر طيب. إرهابي ويتعامل معه كمعاملة الإرهابي. ممتاز. هذا مو دليل على أن الإرهاب فقط يتمثل بداعش. اليوم القضاء يتعامل مع موضوع الإرهاب مع أيا كان من أنه قد ضر. خليك يا سيد حامد، معذرة المقاطعتك، وقت ما عندي. ضرب بالثروات والاجتماعي هو تعامل إرهابي. وقت ما عندي، خلي الختام يكون مع الدكتور دريد. دكتور دريد، بهذه الهمة اللي تتحدث عنها بالتكاتف بتشكيل غرفة عمليات رايحين لإيقاف هذه الحرائق وإحاطتها، لو لا رحل للمزيد من الحرائق والكوارث لا سامح الله. لا احنا سالم محمد الحمد لله والشكر، يمكن اليوم احنا اقل عدد من الحرائق. اليوم عندي 4 حرائق بس، وقياسا بالايام الباقية كانت 20-25 حريق. فان شاء الله يكون مبشر بخير. احنا لدينا حقيقة في محافظة نينوى مشكلين المجلس الزراعي الاعلى اللي يترأسه السيد المحافظ والدوائر المعنية. ولدينا غرفة عمليات الحصاد اللي أنا مسؤول هاي الغرفة، مقرها في مديرية زراعة نينوى. وهاي حقيقة الغرفة بيها كل الأطراف المعنية، من قيادة العمليات، من قيادة الحشد، من الدفاع المدني، من الناس المعنيين كلهم. زين. احنا حقيقة نعمل على مدار 24 ساعة حتى اي خبر يجينا عن حريق قبل ما يصل الدفاع المدني ممكن احنا نساعد الاخوان في الدفاع المدني نعلمهم. طيب ممتاز. يلا. لان احنا يجينا من الفلاح مباشرة، والفلاح
والفلاح هو اساسا مسجل ارضه يمنه واحنا مطي بذور. طيب اني اشكرك. وايضا عندنا في غرفه العمليات ممثل الجمعيات الفلاحيه الجمعيات الفلاحيه في محافظه نينوى. طيب اني اشكرك وقت ما عندي اللي هم قريبين جدا معنا حقيقه. قريبين وعمل مشترك معنا. طيب نعم. اتمنى لكم الموفقيه، يا رب يحفظ كل اراضينا ويبعد شر الحرائق وغيرها اللي بينا مكفينا احنا العراقيين. انا اشكرك الدكتور دريد حكمه مدير زراعه نينوى، شكرا دكتور، اتمنى لك الموفقيه. ايضا اشكر السيد حامد الجزائري نائب الامين العام لسرايا الخراسان. السيد حامد شكرا لجنابك، واشكر الاستاذ ضياء عيدان امين. استاذ عباس لا استاذ اولا استاذ عباس احنا استاذ عباس هذا اضيف شغله واحده لا ممكن استاذ ضياء استاذ ضياء اضيف شغله واحده لان احنا تعويضات الفلاحين نريد الفلاح لانه تاذى. ايه نعم انا مو استاذ انا محمد تفضل. لان تاذى وظل مطلوب ودفع عنده والما عنده من اسمده وبذور وحراثه، فهذا كله اقترضها يعني اضافه الى كان هذا راح. فنطلب لجان تعويضيه لهذا الفلاح بشكل عام للناس اللي متضررين، ولجان تشكل في كل المحافظات طيب المتضرره، ومن ضمنها يكون اتحاد جمعيه فلاحيه الرئيسيه حتى في سبيل. طيب وتحياتي الاخ حسن التميمي لانه رئيس اتحاد حسن 24 ساعه رجال هو في عمليه المستمره وياهم. طيب اتمنى لكم الموفقيه بعملكم حقيقه. بالعمل اتمنى لكم الموفقيه. شكرا لك سيد ضياء عيدان امين سر اتحاد الجمعيات الفلاحيه، شكرا لك، شكرا لدكتور دريد، شكرا لسيد حامد، شكرا الضيوف الكرام، شكرا لكم مشاهدينا، اشوفكم باكر ان شاء الله. هذا البرنامج برعاية دارين جروب.